من الصعب أن تلج ديار قوم وأنت لست منهم، لكن التواجد بولاية المسيلة تحديدا ببسعادة ينسيك أثر هذه المقولة. كيف لا، فبمجرد الدخول إلى هذه المنطقة تستقبلك ملامح طيبة لأناس زادهم الكرم وحسن الضيافة مآبا. فرحلتنا هذه المرة كانت بصرح من صروح عاصمة الحضنة ومن القلاع الحضارية والثقافية التي تعتز بها الزاوية القاسمية. تعد هذه التحفة الفنية الضاربة بعصر من عصور تاريخ الجزائر العميق والتي ربطت الحاضر بالماضي، معلم ديني يلج إليه الكثير من الناس خاصة في الأعياد والمناسبات الدينية على غرار المولد النبوي الشريف. جئت إلى هذا المقام الشريف للحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف، بالخصوص أنا طالب من طلبة المعهد القاسمي بالهامل من خلال السنوات الدراسية التي درستها هنا في السبعينات، وتخرجت من هنا من هذا المعهد الكريم بدرجة جيدة جدا. وجئنا إلى هذا المعهد لنحيي هذه الليلة اللي هي ليلة المولد النبوي الشريف، لما له من مقامات كبيرة وما له من قيم عظيمة جدا في هذا المعهد، الذي يعتبر بلقاء هذه الناس هنا في المعهد في هذه الزاوية يعتبر بمثابة ملتقى فكر إسلامي للمثقفين وللزوار. والزوار هنا في الزاوية للزاوية جاءوا من كل مكان، من كل صوب، من كل الولايات إلى هنا. لا يمكنك زيارة مدينة بوسعادة السياحية دون التوجه إلى الحصن العريق، فكل شيء من هذا الزخم والإرث الثقافي والروحاني يوحي إليك أن الهوية والأصالة لسكان هذا البلد الطيب موروثة منذ زمن بعيد. فما زالت عادات وتقاليد زاوية الهامل واضحة وضوح العين. أولا وقبل كل شيء نرحب بقناة الشمس هنا في مدينة الهامل. العادات والتقاليد ككل موسم نحضر دائما هنا في زاوية الهامل مناسبة الاحتفال، ومن أجل حضور محاضرة حول حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بزاوية الهامل مع فضيلة الشيخ شيخ الزاوية محمد المأمون القاسمي الحسني، ككل عادة نحتفل هنا. مواطن مدينة الهامل من بلدة طيبة، هذه بلدة طيبة وشعب شكور إن شاء الله في هذا الصرح. نعتبره احنا صرح كبير، صرح ديني، هو مركز إشعاع ونور لهذه القرية، هي قلعة للجهاد كما كانوا يسموها أسلافنا أجدادنا وأباؤنا. العادات والتقاليد تاعنا من ناحية الأكلة تمتاز المنطقة تاعنا بالطعام، الأكلة الشعبية المشهورة على مستوى الوطن لمستوى الوطن الجزائري ووصل الوطن العربي كذلك. بالنسبة للأجواء كما راك تشوف ما شاء الله من كل مكان حد يجوا لهون ويحضروا الاحتفال هذا، وربي إن شاء الله يثبتنا ويتقبل إن شاء الله. والله طبق رئيسي يديروا الكسكس، طبق رئيسي كما بالعامة احنا البربوشة،
وقت تشوف يعني أهل الخير يجيبوا من كل مكان ويحضروا الناس يتعشوا ويأكلوا ويفرحوا. العائلات يعني تلتقي ويكون فيها يعني الحلوى ويعني معناها طلقة البارود والأطفال الصغار يجيبوهم للمسجد لتعليم الأناشيد ونحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا فرح وبهجة وسرور. احنا نديروا يعني الحلويات والشرشم والطمينة وتلتقي العائلة الأسرة على الشخشوخة واللحم والطعام. ما يزيد اللوحة الفنية جمالاً هو هذا المتحف القديم الذي يروي تاريخ وأصالة زاوية الهامل والعلاقات التي كانت تربطها بالمشايخ والعلماء والقيادة الشعبية آنذاك. فقد توالت على هذا الحصن 9 خلفاء آخرهم الشيخ محمد المأمون بن مصطفى. أولا في البداية أتوجه بالتحية إلى مشاهدي هذه القناة التي علمت بخبر إطلاقها علمت أيضا بالرسالة التي تحملها وهي رسالة نبيلة، نسأل الله للقائمين عليها والعاملين فيها دوام التوفيق والسداد. ومن خلالكم أتوجه بالتحية إلى كل المشاهدين لهذه القناة وأهنئ الجميع مثلما أهنئ شعبنا المسلم والأمة الإسلامية قاطبة بحلول هذه الذكرى، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب الذي يصدر عن هذا المنبر، عن المنبر القاسمي كما كان الشأن منذ عمارة هذه الزاوية، هو خطاب جامع، خطاب يسعى دائما للتأليف، للتقريب، للتحبيب. منارة العلم وشمعة الدين زاوية الهامل تستقبل زائريها من كل ولايات الوطن وحتى الأجانب، مما يجعل هذا المقصد الديني والتاريخي أحد الأماكن التي يمكن من خلاله جذب العديد من السياح والحفاظ على هذا الموروث الأصيل. بغية لا بد منها لرسم سياحة ثقافية ودينية على هذه المنطقة. هذا الحضور المتنوع يعني من جماهير المؤمنين الذين يفدون إلى الزاوية من كل حدب وصوب، لا شك أنكم لاحظتم ذلك من خلال هذه الوفود التي قدمت من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، من جرجرة إلى الأوراس إلى ولاية تبسة في الحدود الشرقية، ومن سهول متيجة إلى وادي سوف. هؤلاء جميعا يشاركوننا هذا الحفل الذي تتنوع فقراته ولكنه يتميز على وجه الخصوص بهذه المجالس، المجالس التي تنعقد في رحاب الزاوية بحضور هذا الحشد الكبير وهذا المقام العظيم
الذي نتمنى له أن يحيا، أن يكون مثل ما كان عليه، وأن يباركه الجميع. وندعو الناس جميعا على مستوى الجزائر، على مستوى الوطن، وعلى مستوى العالم، أن يجيئوا إلى هنا وأن يحيوه وأن يزوروه، وأن تعود إليه المقامة ومكانته التي كانت هنا. يحكون أجدادنا أنها في فترة السبعينات كانت تدرس أكثر من 5000 طالب، 5000 طالب يقدرها اللسان برك، أما العقل ممكن ما يستوعبهاش في قرية مثل قرية قليلة بعدد سكانها. زاوية الهامل معروفة على مستوى الوطني ومستوى العالمي كذلك. وليبقى حصن الهامل مرجعا دينيا ومعلما ثقافيا وحضاري وأحد الأنواع للترويج للسياحة الجزائرية.